القضاء على الملاريا أمر ممكن من الناحية البيولوجية، لكن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصب على توفير الموارد المالية والأدوات والإرادة السياسية من أجل السيطرة عليه. هذا ما ذكرته منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن القضاء على المرض قابل للتنفيذ. المنظمة أضافت أنه يتعذر حتى الآن تحديد التكلفة اللازمة لتحقيق ذلك أو تحديد موعد واضح. يذكر أن الملاريا أصابت قرابة 220 مليون شخص في العام 2017، توفي منهم نحو 435 ألفاً، غالبيتهم من الرضع والأطفال في أفريقيا.